السلام عليكم المرضيات والمرضيين، اموركم هنيه، نتوما بخير ولفتوا الصيام شي شويه؟ كي غدا اموركم كلشي مزيان؟ اليوم ان شاء الله قلت نبارطاجي معكم الكنافه بالقشطه، كنت درتها النهار الاول في رمضان وبزاف اللي عجبتهم، وقلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم الطريقه. دونك بالنسبه للطريقه فهي سهله وبسيطه. اول مكون كنحتاجو فيها هو الحليب، ولكن خصو يكون حليب اللي هو كامل الدسم، يعني راه معروف الحليب كامل الدسم اللي عندنا. سينو ولكن عندك الحليب العادي ممكن انك تضيفي عليه القشطه القشده الا كانت. دونك هنا غنحتاج واحد 3 المعالق ديال السميده الرقيقه، وكذلك واحد 5 المعالق مسوحين، يعني ماشي عامره بزاف، مسوحين ديال النشا. وغنحتاج السنيده واحد 2 حتى 3 المعالق، ما تكثروش منها بزاف لان الكنافه في الاخر كتسقى بالسيرو. داكشي باش قلت لكم ان السكر ما خصوش يكون كثير بزاف، 2 معالق ولا 3 راه كافيين. وغنسبها بشويه ديال ماء الزهر، واحد ثلث كاس ولا 4 كاس، بالنسبه لهذا اختياري، اللي بغى ديك النسمه تكون ديال الزهر يستعملو، ما بغاش يخليها غير هكاك، او يدير اي نسمه واحده اخرى اللي هو عزيز عليه. بالنسبه لكميه الحليب اللي استعملت في هذه الوصفه هي تقريبا واحد نص لتر، واحد 4 الكيسان اللي هي كتعادل تقريبا نص لتر، وفوالا وحطهم فوق النار وهانتوما معنا. بالنسبه للنشا والسميده الرقيقه غنخلطهم بوحدهم، غنخلطهم بجوج، وغنضيف عليهم واحد نص كاس ديال الماء، وغنخلطهم مزيان حتى ما يبقاوش فيهم دوك الحبيبات، عاد غنضيفهم الحليب، يعني ما غنضيفهمش الحليب وهو سخون باش ما يتكللش، عارفين كيديروا دوك الحبيبات حتى ما يفكهم. لما تخلطهم في الاول مزيان ودمجوه مع بعضياتهم، عاد ضيفهم الحليب بشويه بشويه، وهذه الطريقه ما يعني كتجنبوا انه يتخسر لكم، يعني يوليو دوك الحبيبات عندكم في الحليب. كيما الشوز ضفنا المكونات كاملين، ضفنا السنيده مع الحليب خليناهم كيدفاو، من بعد زدنا السميده مع النشا وشويه ديال الماء، كنخلطوهم مزيان وكنبداو نحركو، ما كنتوقفوش على التحريك باش ما تلصقناش هذيك القشطه في الكاسرول ديالنا. دونك كنبقاو نحركو مزيان، واخر مرحله يعني تقريبا صافي غنبقات لنا واحد دقيقه وغنطفي عليها، عاد كنضيف لهذاك الماء الزهر باش كتبقى النسمه ديالو حاضره وواضحه مزيان. هنا كندوز باش نصايب الكنافه، هذه راه كنت بارطاجيتها معكم في واحد الفيديو، وهي نفسها كنت ملي ساليت شديتها وخبيتها في الفريكو حتى احتاجيتها اليوم وجبتها. كنحاول نقطعها شويه شويه رقيقه شويه صغيره، ما قطعتهاش صغيره بزاف، هي من الافضل انك تقطعها صغيره كتجي احسن وكتجي مقرمشه اكثر ومقرمله مزيان. اهم حاجه بالنسبه للكنافه باش تستغلق خصك تسقيها مزيان وتلبسيها مزيان بالزبده، يعني كتذوبي واحد 2 معالق ديال الزبده وكتدهنيها مزيان، كاع الحبيبات خصهم يدهنوا مزيان بالزبده باش ملي كطيب كتقرمل وكتكون فيها واحد النسمه اللي هي زوينه.
كذلك المول اللي غديري فيه الكنافه تا خصو يسدهن مزيان بالزبده. كما قلت لكم راه الكنافه كتبغي الزبده بزاف انها تسقى مزيان، ان المول يسدهن بالزبده مزيان، وكذلك ملي كتساليها وتحطيها مزيان راه صات تدهن في وجهها ديالها بالزبده. هادشي كامل باش كيعاون انها تجي كما قلت لكم مقرمشه وطايبه مزيان وميم طوم حمراء واللون ديالها زوين. اون فوا كندهنوا بالزبده كنديروا الطبقه الاولى ديال الكنافه، دونك كنحاولوا نديروا واحد الطبقه اللي هي مزيانه بالكنافه ديالنا. وبيان سور القشطه راه صايبناها قبيله وخليناها تبرد. اون فوا كتبرد كنديروها هي الوسط، يعني كنديروا طبقه في الوسط وعاد كنغطيوها مره اخرى بالكنافه فوالا، وكنقادوها مزيان باش تجي مقاده في المول، وكندخلوها للفران على النار اللي هي تكون مهيله، ضروري النار تكون مهيله باش كتاخذ الوقت ديالها تطيب. ودوك الحبيبات كما قلت لكم كيجيو طايبين ومقرملين وزوينين. الا كانت النار مجهده راه كتحمر ليا دغيا، ولكن كتبقى ليا ديك العجينه ديال الكنافه بحال اللي لاويه شويه ماشي مقرمله، ضروري النار تكون مهيله. من بعد دخلنا الكنافه الفران خليناها طيب على خاطرنا دزنا باش ندوق نصابو السيرو. كان فيه تقريبا واحد جوج كيسان ديال السنيده وكاس ونص ديال الماء. وبالنسبه للنسمه كتنسمي باللي بغيتي، يمكن ديري معاه شويه ديال الحامض، عصير ديال نص حامضه، تزيدي عليه قشور ديال الحامض او مثلا الليمون او كذا، المهم اللي بغيتي. فانا بما اني نسمت القشطه اللي غندير اللي في الوسط ديال الكنافه بالمزهر فهو كذلك نسمته بالمزهر، يعني بغيت هاد النسمه تكون نفسها في الكنافه كامله. داكشي باش ضفت واحد تقريبا واحد ربع كاس ولا نص كاس ديال المزهر كما قلت لكم باش يعطيني ديك النسمه اللي بغيت. وكتخلي فوق النار اللي هي متوسطه حتى كيتقال شي شويه. دونك اون فوا كتخرج الكنافه بيان سور راه غيكون برد شي شويه، اون فوا كتخرج الكنافه من الفران كنسقيوها مزيان بهذاك السيرو وكنخليوها تشرب داك السيرو مزيان. بالنسبه للحلاوه راه كتجي هي هذيك، راه ما كتجيش حلوه غير هي القشطه كما قلت لكم ما تكثروش فيها السكر. بالنسبه للسيرو كيجي واحد بالنسبه للقياس اللي خديت انايا جات الحلاوه معبوره، جات مزيانه، ماشي شي حاجه اللي هي كضر في الحق وخايبه، وماشي شي حاجه اللي هي ناقصه. ولكن هذا هو الفيديو ديال هذا اليوم، كنتمنى نكون استفدتوا معنا. شكرا بزاف على المشاهده وشكرا بزاف على المسانده ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم.